السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معاكم روتين نهاية الأسبوع، لكن قبل بغيت نعرفكم براسي. أنا سارة، عمري 12 سنة، وليت في إسبانيا، لكن أنا مغربية مسلمة، ووفقني الله ثم مساعدة أمي لارتداء الحجاب قبل سن البلوغ، والحمد لله. وبغيت نبقى نشارك معاكم الفيديوهات مع أطفال العالم، وخصوصا أطفال أوروبا. بغيت نقول لكم، واخا تكونوا في أي مكان، خاصنا نكونوا فخورين أننا مسلمين والحمد لله. كذلك ما ننساوش الواجبات ديالنا، نظفوا الأشياء خاصة بنا كغرفة النوم، ترتيب الملابس خاصة بنا، وتنظيم كتبنا ولو مرة في الأسبوع، وهذا سيساعدنا على النجاح في حياتنا. وكما كتشوفوا هنا بديت كنقلب نشقلب شويه في البيت ديالي، حيت جاتني القانون نبدل شويه الديكور، وهنا بديت كنحرك الدولاب ديالي من المكان الاخر. هذه غير غرفه مؤقته، مازال غادي ندير التغييرات اللي نشاركهم معاكم، ونخليكم مع هذه الانشوده الرائعه. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة، وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع الخير عليهم، واستمع دوما إليهم، كي تعش بالحب فيهم، ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع، ارتضي الأقدار واقنع، أملا في الناس تزرع، تحصد الخير سنابل. تسري في درب الريادة، طامح ترجو الإفادة، انتشأ فيض السعادة. ومن بعد ما نظفت الغرفة ديالي، جلست نقرا واحد الكتاب اللي هداته لنا ماما، اللي رائع جدا، اللي سميته العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية. الوعي اللي نديركم شنو استفدت منه، وكنقولكم مواعر بزاف. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي،
وإله المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة، وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم، كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإله بالمعالي أنت في ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع، ارتضي الأقدار واقنع، أملا في الناس تزرع، تحصد الخير سنابل. تسري في درب الريادة طامح ترجو الإفادة، انتشأ فيض السعادة، لا تكن بالذكر غافل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المدى. بعد ما قريت الكتاب ديالي، رتبت السرير ديالي، ودرت المسائل ديالي، جلست نفاجئ عليا شوية، وجلست نتفرج في البيسي شوية، ولكن بطبيعة الحال خاصنا نتفرجوا في شي حاجة اللي مفيدة لراسنا، وما بقاش نتفرغوا في التفاهة وداكشي اللي ماشي قدنا. ومن الأشياء اللي كيعجبني نتفرج فيها اللي هما ديكورات، كيعجبني لك حاجة واحدة اللي كان حماق عليها، اللي هما تخطيطات داكشي الاجندات. وكنصح انا عندي اجندة ديالي، وكنصحكم تكون عندكم. وكيف يبان لكم الى شاركت معاكم التخطيط ديالي نتاع شهر 11؟ وانا في الاجندة ديالي كنكتب داكشي اللي كيكون عندي في الشهر كامل، سواء امتحانات، رونديفويات، اي حاجة الذي نديرها في الشهر، وكنكتبها بواحد الطريقة اللي فيها ستيل ديالي. ولا كنتو باغي نشارك معاكم داكشي كيفاش كنكتب وكيفاش كنقادو وداكشي، كتبوها لي في التعاليق. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإله بالمعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإله بالمعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإله بالمعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة، وعلى الأسس. مور ما طفيت البيس هذي نقول لكم شنو درت في الليل. في الليل قريت نفس الكتاب عاوتاني شوية منه، ومرها مشيت نعس. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ولا عندكم شي فكرة واحدة اخرى كتبوها لي في التعليق. وباي باي.